بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد جاية قبل 10 أيام بالضبط من مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. مباراة هامة جدا، مباراة لا تقبل القسمة على سنين. نتيجة إيجابية بإذن الله في لقاء الذهاب هيساعد بشكل كبير جدا قبل لقاء العودة في تأهل الأهلي إن شاء الله بإذن الله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا. بالتأكيد الحديث كتير قوي الفترة القادمة هيكون عن هذه المباراة، في كواليس وفي تفاصيل وفي أخبار كتيرة وفي وجهة نظر إعلامية عايزين نطرحها أيضا على كل السادة المشاهدين بشأن هذه المباراة الهامة. لذلك في حلقة النهاردة قدر الإمكان هنحاول نقرب شوية من الصورة بخصوص هذه المباراة، هنحاول قدر الإمكان نشوف الأجواء في تونس، هنحاول نشوف آخر الاستعدادات قبل انطلاق هذه المباراة بإذن الله يوم 19/6 على ملعب رادس الساعة 6 بتوقيت القاهرة بقيادة تحكيمية لفيكتور جوميز. حلقة فيها تفاصيل وفيها كلام مهم جدا، لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم اللي بنطرحه بالتأكيد على كل السادة المشاهدين عشان تشاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا. في رأيكم ما هو أفضل هدف للأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم؟ شاركوا معنا عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات وكل واحد يقول له من وجهة نظره إيه أفضل هدف الأهلي أحرزه في دوري الأبطال هذا الموسم، والأهداف السنة دي الحمد لله معظمها كانت مميزة وأهداف ليها يعني شكل جمالي في الملاعب الإفريقية. لكن خلينا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، أفشة يواصل التأهيل للحاق بمباراة الترجي. كمان في ترند الأهلي، نصف نهائي دوري الأبطال بدون جماهير ولكن. وفي الترند العالمي، صلاح ينافس على جائزة جديدة. طبعا عناوين الحلقة اعتقد فيها تفاصيل والناس كلها متشوقة تعرف تفاصيل عناوين حلقة النهاردة، لكن بالطبع نبدأ الأول باستعراض مباريات اليوم. النهاردة طبعا احنا في الأجندة الدولية مفيش مباريات في الدوريات الأوروبية اللي معظمها انتهى، وطبعا الدوري المصري مفيش أي مباريات خلال الأجندة الدولية، لكن النهاردة في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022. طبعا النهاردة في 4 مباريات والمباريات بتتلعب من بعد الساعة 11 من مساء اليوم إلى منتصف صباح الغد بإذن الله. طبعا عارفين فرق التوقيت ما بين مصر والقارة أمريكا الجنوبية. الساعة 11 مساء اليوم الإكوادور هتلعب مع بيرو، والساعة 12:30 منتصف الليل فنزويلا هتلعب مع أوروغواي، والساعة 1 من صباح الغد كولومبيا هتلعب مع الأرجنتين، والساعة 2:30 باراغواي هتلعب مع البرازيل. البرازيل هي متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. آخر مباراة للأرجنتين كان فيها تعادل، شفنا مباراة تشيلي طبعا بقيادة المدير الفني الأوروغواياني اللي بيقود الأهلي في فترات سابقة مارتن لاسارتي. لكن تصفيات أمريكا الجنوبية بتبقى مختلفة شوية، دور طويل قوي من دورين، وبالطبع بتبقى على مدار أكتر من سنة أو سنتين إلى أن يتأهل 4 منتخبات بشكل مباشر، وفي المركز الخامس بتتلعب مباراة فاصلة في الجولات القادمة. لكن هتبقى مباراة قوية جدا النهاردة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. المباريات الدولية الودية في المقابل، احنا خلاص بنقترب من مباريات اليورو، فبالطبع في مباريات دولية ودية سواء في أوروبا أو حتى في إفريقيا. لكن النهاردة في مجموعة من المباريات في هذه اللحظات وأنا بتكلم معاكم، في لقاء ما بين كوسوفو مع منتخب غينيا، والساعة 6 هتكون مباراة بولندا مع أيسلندا، نيجيريا هتلعب مباراة النهاردة مع الكاميرون الساعة 6، جامبيا مع توجو الساعة 7، المجر مع أيرلندا الساعة 8، تشيك مع ألبانيا الساعة 8:15، اسبانيا مع ليتوانيا الساعة 9:15، السنغال هتلعب مباراة مع الرأس الأخضر الساعة 9، ومباراة قمة النهاردة هتتلعب في المغرب في كازابلانكا، المغرب هتلعب مع غانا الساعة 9، وفي الختام الساعة 9:10 مباراة فرنسا مع بلغاريا، وفرنسا بتستعد بالتأكيد لمباراة اليورو الفترة القادمة. بطل كأس العالم بيسعى للفوز باليورو، خاصة أن البرتغال هي حاملة اللقب، فقد تكون البطولة القادمة في اليورو فيها مفاجآت مدوية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة ترند الترند، ونقرب أكتر بقى من تفاصيل وكواليس مباراة الترجي والأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. ترند الترند النهاردة عندنا فيه موضوعين، طبعا موضوع له علاقة بمباراة الترجي والأهلي وهنتكلم فيه باستفاضة،
لكن الموضوع الاولاني اللي عايز اتكلم فيه وافتح الكلام فيه، لان الناس ممكن مع الوقت ممكن تنسى، مباراه الاهلي والزمالك في دوري ال 99 حتى هذه اللحظه لم يتحدد ميعاد رسمي ليها، والبعض قد يعتقد ان الناس ممكن تنسى، لكن احنا مش هننسى، لان المباراه دي مرتبطه بتفاصيل كتيره لها علاقه حتى بمباريات الفريق الاول في الدوري الممتاز، لان في خروقات قانونيه حصلت في الفتره السابقه، وكان الاهلي بعت اكثر من مذكره لاتحاد الكوره بشان هذا الموضوع، وفي مواعيد محدده للاستئناف على القرار، سواء قرار بالرد من اتحاد الكوره او حتى القرار السلبي بعدم الرد. لكن انا بفتح الموضوع ده دلوقتي ليه؟ لان قيس فجاه اتحاد الكوره كان بينظم بطوله اسمها كاس مصر للشباب والناشئين، هذه المسابقه لمواليد 2001. طيب الكلام اللي اتقال وقت مسابقه ال 99 وان المباراه مش خلاص احنا في ختام الدوري وممكن احنا كملنا الدوري عشان بس فكره ان احنا الجيل ده ما يتظلمش وما يلعبش ماتشات والكلام ده كله. طب ما انت عامل مسابقه اسمها مسابقه كاس مصر للشباب مواليد 2001 وعندك المباراه الختاميه ليها يوم السبت اللي جاي ما بين سيراميكا كليوباترا مع حرس الحدود على استاد بيتروسبورت يوم السبت القادم 12 يونيو. طب كان الاجدى ليك وانت بتنظم مباريات كاس مصر وبطوله انت بتستحدثها وبتعملها للفرق عشان فرق الشباب والناشئين، طب ما كان الاولى ان انت تختتم مباريات دوري ال 99 اللي لغايه اللحظه دي الناس مش عارفه خلاص تصرح الفريق، ولا في لعيبه ممكن تصعد للدرجه الاولى، ولا ممكن تكون مقيده معايا السنه الجايه، ولا انا ممكن في لعيبه ممكن اعيرها او ابيعها الفتره الجايه، ما كل دي خسائر ماليه وفنيه كبيره جدا. فوانت بتنظم كاس مصر للشباب وعامل بطوله جديده وعامل فيها كمان جوائز ماليه وهتنظم الفاينل والسيمي فاينل او حتى بمعنى اصح مباراه الثالث والرابع يوم 10/6 يوم الخميس القادم والفاينل يوم السبت القادم، اختم الدوري 99 مباراه الاهلي والزمالك، لان المعيار اللي قلت فيه ان الدوري 99 ما كانش ليه اهميه مختلف تماما عن المعيار اللي انت بتنظم بطوله جديده لكاس مصر للشباب وهتختتم هذه البطوله يوم السبت القادم وعامل لقاء مركز الثالث والرابع يوم الخميس ما بين الاسماعيلي وطلائع الجيش. فالطبيعي دوري 99 لازم يختتم بشكل رسمي، وختام المسابقه مهم جدا لتفاصيل كتير هتعرفوها الفتره اللي جايه، وكان النادي الاهلي سردها في اكتر من بيان وفي اكتر من مذكره ارسلها لاتحاد الكره الفتره السابقه. حبيت بس انوه على هذه الجزئيه لان احنا مش هننسى هذا الموضوع ومش هننسى هذه المباراه، لان المباراه دي بتفاصيلها بكواليسها بتاثيرها على الدوري الممتاز مهمه جدا ومش هننساها ودايما هنلقي الضوء عليها. وبما ان اتحاد الكوره اعلن ان في كاس مصر للشباب الختام يوم السبت اللي جاي، بنفكر اتحاد الكوره في ختام لدوري ال 99 مهم جدا ما بين الاهلي والزمالك، عشان على الاقل بغض النظر عن نتيجه المباراه عندي لعيب عايز اعرف مستقبلهم معايا ايه الفتره الجايه، عشان لما احضر قائمه السيزون الجديد اعرف اللعيبه دي معايا ولا لا، اعرف ابيعها، اعرف اعيرها، اعرف استفيد حتى ماديا من اللاعبين بدل ما الموسم كده ما حدش عارف اذا كان كمل ولا ما كملش ولا اتلغى ولا ما اتلغاش. الجزئيه الثانيه بقى، وده سؤال او ده عنوان كنا كان معانا في فقره العناوين في بدايه الحلقه، نصف نهائي دوري الابطال بدون جماهير حتى الان، ولكن الجديد في هذا الشان كلنا عارفين بتاريخ 2/6 قدامكم على الشاشه، ده خطاب رسمي ارسل من الاتحاد الافريقي لكره القدم الى الاتحاد التونسي لنادي الترجي التونسي بخصوص تحذير من لجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي بتحذر نادي الترجي بخصوص الحضور الجماهيري في الفتره القادمه بعد ما حضر ما يقرب من حوالي 1000 مشجع طبقا للرقم الرسمي اللي كتبه مراقب المباراه في التقرير في مباراه الترجي وشباب بولوزداد. قدامنا على الشاشه هذا الخطاب، ده تحذير من لجنه الانضباط بخصوص ان الحضور الجماهير الفتره الجايه اذا تقرر هيكون في عقوبات انضباطيه بخصوص نادي الترجي اذا حضر جمهور الفتره الجايه. طيب نادي الترجي عشان يخرج من هذه المشكله ان المباراه غالبا طبعا بدون جمهور، ولو حضر جمهور اكيد هيتم تدوين من مراقب المباراه حضور جمهور في هذه المباراه وهتبقى مشكله لنادي الترجي التونسي في الفتره اللي جايه. طب الوضع ايه حاليا؟ انا بقول معلومات مش بقول توقعات، لكن بقول معلومات. حاليا هناك اتصالات رسميه في تونس من قبل نادي الترجي التونسي مع اداره الاتحاد التونسي لكره القدم لمساعده نادي الترجي في حضور جماهير في مباراه نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لقاء الذهاب على ملعب رادس يوم السبت 19 يونيو. حتى هذه اللحظة لم يتلقى الترجي الموافقة الرسمية، حتى هذه اللحظة لم يتلقى الموافقة الرسمية من السلطات في تونس، ولكن تقدم بطلب رسمي لحضور الجماهير بعد ضغوط كبيرة جدا من الجماهير التونسية لمساندة الترجي في لقاء الأهلي يوم 19/6. إمتى ممكن يتم حسم هذا الأمر؟ قبل أسبوع من الآن هيتم حسم هذا الأمر، لأن بعد ما بتاخد الموافقة من السلطات ومن
المسؤولين في تونس بيتم إرسال هذه الموافقة إلى الاتحاد الإفريقي، وبتكون في جولة مفاوضات أخرى مع الاتحاد الإفريقي لتحديد العدد. يعني مثلا هديكم أمثلة، الترجي التونسي مثلا طلب حضور 30% من ساحة استاد رادس، بنتكلم في رادس حوالي مثلا 20-25 ألف متفرج. السلطات الصحية هتوافق على الرقم ده. الاتحاد الإفريقي لما بيجي له الخطاب بموافقة السلطات الصحية على حضور 30 ألف في ملعب رادس، هل هتوافق على هذا الرقم؟ ده هيكون في مشاورات واتفاقات خلال الفترة اللي جاية. قد يتم الموافقة على حضور 30%، وقد يتم تخفيض العدد إلى 5000، وقد يتم الاتفاق على حضور 1000 مشجع فقط. لكن الجديد في هذه اللحظات وأنا بتكلم معاكم، هناك مساعي وخطابات رسمية لحضور الجماهير في ملعب رادس يوم 19 يونيو بين الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. عشان كده أنا قلت في العنوان ولكن. الأصل في المباريات بدون جمهور، لكن كل دولة حسب قرارها الصحي هي اللي بتحدد حضور الجمهور من عدمه، وفي النهاية الكاف بيفصل في هذا الأمر. والترجي اتخذ هذه الخطوة عشان لو دخل 1000 أو 2000 مشجع في مباراة الأهلي طبقا لأن المباراة بدون جمهور، هنا هيكون في مشكلة، والتحذير اللي اتبعت من لجنة الانضباط بالتأكيد هيكون في قرار قبل لقاء الإياب على الترجي إذا دخل جمهور بدون أي موافقات رسمية سواء من الاتحاد الإفريقي أو من السلطات في تونس. لكن المعلومة اللي بنأكدها في هذه اللحظات، هناك طلب رسمي لحضور الجمهور من جماهير الترجي في مباراة الترجي والأهلي، الموافقة الرسمية خلال الأسبوع القادم وقبل موعد المباراة بأكثر من 4 أيام، وسيتم مراسلة الاتحاد الإفريقي في حال حصول الترجي على موافقة رسمية من السلطات الصحية لحضور الجماهير. العدد هيكون في النهاية هو قرار الاتحاد الإفريقي طبقا للإجراءات الاحترازية اللي هياخدها الترجي إذا حضر جمهور في هذه المباراة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين معاكم وعندنا لسه تفاصيل أكتر عن مباراة الترجي والأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند أونلاين. قلت لكم في بداية الحلقة النهاردة عندنا تفاصيل كتيرة بخصوص مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. لذلك في فقرة ترند أونلاين عندنا لقاء خاص جدا، أذهب مباشرة عبر السكايب مع الزميل الإعلامي القدير الأستاذ بديع بن جمعة، الإعلامي التونسي القدير وأحد الإعلاميين التونسيين اللي يعني بيتعامل بشكل رائع جدا ومهني جدا بخصوص مباراة الترجي والأهلي. أستاذ بديع، برحب بك على شاشة قناة الأهلي وسعيد بالتأكيد بالتواصل معك خلال هذه الحلقة. أتشاطرك نفس السعادة كابتن محمد، تحياتي ليك ولكل العاملين في قناة الأهلي وبطبيعة لكل جماهير الأهلي، سعيد أن نكون متواجد معك مباشرة عبر قناة نادي القرن. الله يخليك. طيب احنا بنتكلم على مباراة مهمة جدا، مباراة الترجي والأهلي، والتناول الإعلامي في هذه الفترة مهم جدا، لذلك حتى احنا لما بنختار ضيوفنا بيكونوا على قدر الحدث سواء في التعامل الإعلامي والتناول الإعلامي مع الجماهير التونسية أو حتى مع الجماهير المصرية وبالأخص الجماهير الأهلوية. شايف التناول الإعلامي إزاي، وشايف مدى أهمية هذه المباراة واستعداد كل فريق خلال هذه الفترة؟ هو في الحقيقة تعودنا على التناول الإعلامي يعني من الطرفين، سواء كان من الجانب المصري ولا الجانب الإعلامي التونسي، أنه المواجهات هذوما كلاسيكية في دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي، متعودين عليهم، متعودين على القيل والقال من هنا ومن هناك، يعني بطبيعة لربما تسخين شوية الأجواء حتى تتماشى مع القمة الكبيرة الإفريقية هذه، لأنه أنت تعرف وما يخفيكش كابتن محمد وأنه مواجهة الأهلي والترجي هي المواجهة الأشهر في إفريقيا في منذ بداية الألفية الثالثة، يعني منذ نصف نهائي 2001 واللي جمع الفريقين وتأهل وقتها الأهلي في 2010، الترجي في السيمي فاينل كان تأهل. هو شهدنا تقريبا 20 مواجهة في أو 20 مباراة في 10 مواجهات جمعت الفريقين، مواجهة واحدة في كأس الكونفدرالية وبقيت المواجهات الأخرى في دوري أبطال إفريقيا. بالتالي كما قلت لك يعني مواجهة كلاسيكية، التناول الإعلامي عادي ومتعودين وأنه الإعلام المصري ساند فريق الأهلي كما الإعلام التونسي ساند فريق الترجي، لكن هذا لا ينفي بالمرة وأنه الفريقين في علاقات كبيرة تجمع بيناتهم سواء كان على مستوى الجماهير، على مستوى الإعلاميين، على مستوى اللاعبين والإداريين. تعرف كل موسم نستناه ماتش الترجي والأهلي لأنه نعرف جيدا أنه المباراة هذه دائما ما تعتبر نهائي قبل الأوان المسابقة الإفريقية، للأسف جاءت المرة هذه في النصف النهائي، لكن نتوقع أنه الفائز من بين الفريقين هذوما الترجي والأهلي باش يكون هو بطل إفريقيا الموسم هذا إن شاء الله. أكيد. طيب الظروف متشابهة يا كابتن بديع، يعني خلال هذه الفترة الترجي انتهى من مباريات الدوري التونسي، خرج من كأس تونس على يد النجم الساحلي، الأهلي حاليا طبعا متوقف الدوري العام بسبب الأجندة الدولية،
وبالتالي الفريقين في راحة سلبية خلال هذه الفترة. هل ترى هذه الراحة ممكن تؤثر سلبي بشكل سلبي على الأداء الفني ونشوف المباراة ممكن مش بنفس المستوى الفني اللي البعض بيتوقعها، ولا أنت شايف الاستعدادات إزاي لكلا الفريقين خلال هذه الفترة؟ هو سلاح ذو حدين كابتن محمد، يعني انت ما يخفاكش الاهلي لعب مباراه وديه اعتقد منذ يومين وعنده راحه الحين اللاعبين، الترجي نفس الشيء لعب مع منتخب الشباب، منتخب تونس للشباب. هي خلينا فيها قراءتين، في اللي يقول لك ممكن الراحه جيده ايضا للفريقين حتى التحضير والتركيز يكون اكبر على مباراه سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا، وفما شكون يقول لك يعني راي ثاني يقول لك انه مش من مصلحه الفريقين عدم محافظة على وتيرة ونسق المباريات سواء كان في بنهاية الدوري التونسي أو بتوقف الدوري المصري. في الأثناء في بعض لاعبين من الترجي مع المنتخب التونسي، أنت تعرف الفترة هذه في ثلاث مباريات، مباراة لعبت مع الكونغو الديمقراطية وفي مباراة ثانية يوم الجمعة، تليها مباراة أخرى يعني مع الجزائر يوم الجمعة ثم مع مالي، بعض اللاعبين متواجدين مع المنتخب، في بعض اللاعبين المحترفين كذلك في الترجي متواجدين مع منتخباتهم خارج تونس، والبقيه المجموعه تستعد ومتواجده حتى تكون حاضره في المباراه هذه. انا في اعتقادي لن تؤثر، لانه يعني مباراه الاهلي والترجي في حد ذاتها محفز كبير لكل اللاعبين سواء كان من جانب المصري او من جانب التونسي. يعني تعرف المواجهات هذه عاده اللي يسجل فيها اللي يتالق فيها ما تنساهش الجماهير لمدة سنوات، بالتالي نتصور أنه كل اللاعبين مش يكونوا جاهزين، اللي مش يكون جاهز أكثر نفسيا أكثر منه بدنيا في اعتقادي في المواجهتين الثنائيتين في رادس وفي القاهرة هو اللي بش يكون أوفر حظ في التأهل لمباراة الفاينل يوم 17 يوليو في ملعب الدار البيضاء. طيب في فقرة الترند قبل ما تكون معايا على الهواء مباشرة كابتن بديع، كنت بتكلم على اتجاه بشكل رسمي في تونس من قبل نادي الترجي والاتحاد التونسي لكرة القدم بخصوص حضور جماهير في لقاء الذهاب على ملعب رادس يوم 19 يونيو. ويمكن وانا بتصفح حتى المواقع والمواقع الرياضية في تونس، مثلا شمس اف ام النهارده الاذاعه التونسيه قالت الاتحاد الافريقي يهدد الترجي بخصوص طبعا تحذير لجنه الانضباط. الشروط التونسيه جمهور الترجي يطالب بحضور المباراه امام النادي الاهلي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. القرار الرسمي من السلطات الصحيه في تونس من وجهة نظرك ممكن يتخذ امتى بالظبط للمراسلة بعد ذلك للاتحاد الافريقي لاخذ القرار النهائي والعدد الرسمي اللي ممكن يحضر هذه المباراة، ولو عندك كواليس ايضا في هذا الشان يا كابتن بديع؟ هو اللي ناكد هو لك واللي مستقيه من مصدر رسمي حتى من الاتحاد الافريقي مش من الترجي فقط، وانه في مراسلة رسمية تمت من ادارة الترجي للاتحاد الافريقي لكرة القدم من اجل امكانية انه ملعب رادس يستضيف على الاقل ما يقارب يعني 20% 25% من سعة الملعب، يعني نحكيه على 15000 بين 15 و 20000 متفرج. تم تقديمه رسميا. الحكومة التونسية من دون شك باش تكون متعاونة مع الترجي، ما نتصورش انها سترفض حضور الجماهير في ظل توفير يعني المستلزمات الصحية والأمان الصحي للجماهير لحضور المباراة هذه. وانت تعرف الترجي نقطة من نقاط قوته هي جماهيره، نتذكروا فاينل 2018، نتذكروا ضد الاهلي بالطبيعه، نتذكروا نهائي الوداد كذلك في 2019 ومباريات غيرها كثير، يعني في دور نصف نهائي كذلك نسخه 2019 ضد بريميرو دي اغوستو او 2018 عفوا، كان الجماهير لها دور كبير في تاهل الترجي في مؤازره اللاعبين. اللي ناكدوا انه اداره الترجي باش تعمل كل ما في وسعها من اجل انه الجماهير تكون حاضره، لانه الجمهور التونسي وجمهور الترجي خاصه قائم بحملة كبيرة على السوشيال ميديا هنا في تونس من أجل يعني السماح للجماهير الترجية بالحضور في المباراة هذه، مباراة الذهاب اللي يعول عليها كثير الترجي من أجل أنه يتوج للمرة الخامسة بلقب دوري أبطال إفريقيا، وحتى هاشتاج يعني بالتونسي سيب الجمهور أي أترك الجمهور يعني يحضر المباراة هذه. هذا هو الهاشتاج اللي شاهدناه بكثرة على فيسبوك خاصة من الجماهير التونسية اللي طالب، وأنا نأكد لك اللي الحكومة التونسية ونتصور وزارة الصحة التونسية باش تراعي من دون شك الظرف الصحي، لكن في المقابل زاده باش تحاول تكون الى جانب الترجي ممثل كره القدم التونسيه، وانه الجماهير تكون حاضره من غير ما يكون فيها تبعات صحيه لا قدر الله تكون معناها ترجع بالوبال على المجموعه اللي باش تكون حاضره في رادس. لكن المعلومه الاخرى اللي عندي وانه الاتحاد الافريقي يعني بالاضافه لموافقات السلطات التونسيه على حضور الجماهير، فانه على الاتحاد الافريقي ان يتلقى موافقات من السلطات المصرية على حضور الجماهير في مباراة العودة. يعني إذا تم السماح
للجماهير التونسية بالحضور في رادس، فمن المنطق ان يتم السماح ايضا للجماهير المصريه بالحضور في استاد القاهره اذا كان هو باش يحتضن المباراه هذه. نتصور في غضون الاسبوع هذايا، من هنا لنهايه الاسبوع القرار باش يجينا من الاتحاد الافريقي. نتمنى يكون بحضور الجماهير، لانه تعرف انت مباراه الترجي والاهلي مباراه حلوه برشا، ويزينها يزينها الحضور الجماهيري سواء كان في تونس او في مصر. وانت تعرف العلاقه الكبيره اللي تجمع بين جماهير الترجي وجماهير الاهلي، التراس الاهلي وارتس الترجي، في حتى يعني اناشيد واغاني تحمل نفس الالحان لكن بكلمات مغايره، تونسيه من جانب الترجي ومصريه من جانب الاهلي، وتغنى هنا وهناك. وشفنا حتى في كؤوس العالم للانديه وقت اللي تشارك الترجي جماهير الاهلي يحضر مع جمهور الترجي، والعكس صحيح ايضا. طيب في حال اذا كانت مباراه العوده لقاء الاياب في استاد الاهلي والسلام هتكون بدون جمهور، هل ممكن يكون لها تاثير على قرار الكاف في لقاء الذهاب ان يتلعب ايضا بدون جمهور؟ والله اذا كان توفرت يعني متطلبات السلامه الصحيه، لا اعتقد ان الاتحاد الافريقي سيرفض لسبب بسيط. السوبر الافريقي الاخير لعب في استاد جاسم بن حمد في نادي السد في الدوحه، كان بحضور تقريبا 3000 او 4000 متفرج، يعني ما يعادل تقريبا 30 35% من سعه الملعب. في مباريات وديه الان في افريقيا تلعب، منتخبات افريقيا باستثناء ربما تونس او الجزائر ما شفت الجماهير حاضره في المباريات نتاعها. بالنسبه لبقيه المنتخبات، في بعض المنتخبات التي استضافت مباريات بجمهور، يعني لا اعتقد انه في مشكل. لو السلطات المحليه في كل دوله بامكانها ان توفر يعني مقومات السلامه الصحيه، علاش لا نشوفوا جماهير؟ لانه كما قلت لك عرس افريقي ومسابقه كما دوري ابطال افريقيا التي تضاهي ان صح التعبير دوري ابطال اوروبا في اوروبا، علاش لا ما نشوفوش يعني جمهور على الاقل طاقه استيعاب الملعب، مش بالكامل لكن بنسبه مئويه بين 20 30%. هذا باش يعطي اكيد اضافه كبيره للمباراه سواء كان فنيا او حتى جماليا او حتى من خلال النقل التلفزيوني للمباراه. اكيد. طيب سؤال اخير عشان ما اطولش عليك اكتر من كده يا كابتن بديع، الصحف التونسيه حاب الرد محمد اتفضل. محمد انا شفتكم حاطين اجمل اهداف الاهلي في المسابقه الافريقيه، انا عندي اجمل اهداف الاهلي السنه. ايه اجمل هدف؟ طب ايه اجمل هدف احرز الاهلي السنه دي؟ الهدف الاول ضد سان داونز في مباراه الذهاب، لاني يعني اعتقد هذاك هو مفتاح تاهل الاهلي للسيمي فاينل. طاهر محمد طاهر مظبوط. بالضبط طاهر محمد طاهر مظبوط. لانه جاء عندما كان مسيطر فريق سان داونز على المباراه اكيد بمجهود فردي، مكن الاهلي انه اعتقد انه كان مفتاح التاهل للسيمي فاينل. يا موسى يكون جاهز في لقاء رادس ان شاء الله باذن الله. طيب لا هسألك لا بعد لا خلي الترجي يتاهل عاد. طيب هسألك سؤال اخير الموسم الماضي. الله يخليك. هسألك سؤال اخير متعلق بقى بلاعبي الترجي التونسي، وكانت بعض الصحف التونسيه اتكلمت على ان بيطالبوا ببعض المستحقات، والاعلام التونسي ذكر هذا الموضوع، وللاسف الاعلام الرياضي في مصر وبعض المواقع تناقلت هذا الخبر وكتبته. وانا مش مؤمن بنظريه ان حتى لو في اخبار مكتوبه في الصحف التونسيه اخدها نصا وانقلها عندي في الاعلام الرياضي المصري، ممكن ما تكونش الاخبار صحيحه، ممكن تكون اخبار يعني تتفهم بشكل خاطئ. عايز اعرف الموضوع ده ومدى صحته، وفكره ان بعض المواقع بتتناقل اخبار من بعضها سواء في مصر وتونس او تونس حتى مع المواقع المصريه، لان ده ممكن بيسبب ازمه او بيعمل قلق لدى الجماهير قبل مثل هذه المباريات الكبيره. أنا لن أشكك في مصداقية أي وسيلة إعلامية تونسية أو مصرية، لكن اللي نعرفه أنه إدارة الترجي خاصة في الجانب المالي فريق منظم جدا، يعرف كيف يتصرف في هذه المسائل حتى وإن كانت فم مشاكل. يعني لا أتصور أنه في هذا التوقيت بالذات وقبل مباراة الأهلي، يعني لو كان في أي مشكل مادي لا أتصور أنه إدارة الترجي كانت يعني تتأخر في حله. اللي نعرفه من ناس قريبه من اجواء الفريق انه ما فيش مشكل نادي وما فيش خمس لاعبين اضربوا، الدليل وانه موقع الترجي امس وحتى الصفحه الرسميه نزلت صوره تجمع خمس لاعبين الذين تم ذكرهم في التقرير الصحفي اللي يتحدث على خمس لاعبين يطالبون بمستحقاتهم، من بينهم النجم الليبي حمدو الهوني، كانوا حاضرين في التدريبات. لا اعتقد انه لاعب يشتكي فريقه صباحا ليتمرن مساء. صعب جدا انه اداره الترجي يعني توقع في فخ كمن هذا. بالنسبه للتجديد بعض اللاعبين اعتقد انه اجل الموضوع، مثل ما هو الحال في النادي الاهلي في بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قريبا، والاهلي اختار انه يكون الحديث في التجديد بعد مواجهه الترجي، وهو نفس الشيء من جانب الترجي. الترجي اذكى بكثير من انه يضع نفسه
في موقف مثل هذا، خصوصا قبل مباراة كبرى وكلاسيكية كما قلت لك اللي تجمع الترجي بالأهلي. الزميل الإعلامي بديع بن جمعة، الإعلامي التونسي القدير، أنا بشكرك وبشكرك جدا على تواصلك معنا، وبإذن الله متواصلين كمان الفترة الجاية لأن لسه عندنا مساحة من الوقت سواء قبل لقاء الذهاب أو حتى لقاء العودة في القاهرة. شكرا جزيلا للإعلامي التونسي بديع بن جمعة، كانت مداخلة مهمة جدا، ألقينا الضوء على تفاصيل مهمة وكلام بتسمعوه لأول مرة بخصوص الحضور الجماهيري في ملعب رادس. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد في ترند الأهلي وكلام مهم جدا بخصوص مباراة الترجي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي. ترند الأهلي النهاردة هنتكلم على آخر التفاصيل اللي موجودة من خلال السوشيال ميديا والمحتوى اللي موجود بخصوص مباراة الترجي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. طبعا أول حاجة معايا في الترند الأهلي البداية من الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي كاف، واللي بدأ بالفعل الاستعدادات لمباريات نصف نهائي دوري الأبطال ونشر مقارنات باللاعبي الفريقين اللي هيواجهوا بعض في نصف النهائي. عملوا مقارنة ما بين محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي وحمدي النجاز الظهير الأيمن للترجي التونسي. محمد هاني وحمدي النجاز لعبوا 7 مباريات، عدد الدقائق محمد هاني 624، النجاز 632، قطع الكرات هاني 10، النجاز 4، استخلاص الكرة هاني قطع أو استخلص الكرة 12 مرة، حمدي النجاز 9 مرات، البلوك هاني مرة، النجاز 1، التدخلات على الكرة هاني متفوق في التدخلات على الكرة 10 مقابل 8 لحمدي النجاز. طيب لسه مع الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي كاف، ومن خلال حسابه الرسمي على تويتر عامل مقارنة ما بين فاروق بن مصطفى، بالمناسبة فاروق بن مصطفى كان حارس سابق في البنزرت التونسي ولعب قبل كده قدام النادي الأهلي، ومحمد الشناوي حارس مصر وحارس النادي الأهلي. من سيتألق في مواجهة الترجي والأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال؟ طيب الشناوي لعب 8 مباريات، فاروق بن مصطفى لعب 6 مباريات، عدد الدقائق الشناوي 720 دقيقة، بن مصطفى 460 دقيقة. دخل مرمى الشناوي 6 أهداف، فاروق بن مصطفى 5 أهداف، إنقاذ الكرة الشناوي 17 كرة إنقاذهم، فاروق بن مصطفى 8 كرات، مسك الكرة الشناوي 6، بن مصطفى كرة مرة واحدة، اللكمات اللي هي الخروج لتصدي للكرة الشناوي 6، فاروق بن مصطفى 2، الكلين شيت المباريات اللي انتهت بدون دخول مرمى أي أهداف، محمد الشناوي من إجمالي 8 مباريات 4 مباريات كلين شيت، ما بين فاروق بن مصطفى 6 مباريات لعبهم كلين شيت في مباراة واحدة. فاروق بن مصطفى بيتميز وبيتفوق فقط في ركلات الجزاء الترجيحية. المباريات الأخيرة كان بيلعب معز بن شريفية، لكن فاروق بن مصطفى بيشارك في ركلات الجزاء الترجيحية. الحمد لله محمد الشناوي متفوق بشكل رائع جدا، وطبعا فاروق بن مصطفى مش هو الحارس الأساسي حاليا للمنتخب التونسي. طيب نروح كمان للحساب الرسمي للأهرام على تويتر، وكتبوا محمد مجدي أفشة هيسافر مع الأهلي إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي. قرر الجهاز الفني اصطحاب أفشة ضمن بعث في الفريق اللي هتسافر يوم 15 يونيو اللي هو الموافق إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت. أفشة هيواصل أداء البرنامج العلاجي خلال هذه الفترة، طبعا إصابته بجزع في الكاحل، وأنا عايز أقول لكم بنسبة كبيرة جدا إن شاء الله أفشة ماشي بشكل رائع جدا في البرنامج التأهيلي، وقريبا بإذن الله إن شاء الله بإذن الله قبل السفر هيكون موقفه تحدد، وهنعرف الفترة الجاية أفشة مدى جاهزيته للقاء الذهاب. لكن تعالوا نشوف مدى جاهزية أفشة وإزاي بيواصل برنامجه التأهيلي خلال الراحة السلبية اللي فيها الفريق، لكن هو بيشتغل في إطار تاني عشان يلحق لقاء الذهاب أمام الترجي التونسي. نتابع. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما انتم شايفين أفشة بيعمل برنامج تأهيلي يوميا مرة ومرتين، وبيواصل التدريبات داخل حمام السباحة، ده في إطار طبعا التأهيل والعلاج في موضوع أزمة أو جزع الكاحل، عشان تقدر ترجع بسرعة لازم يكون في تدريبات مائية سواء بالعجلة أو حتى بالكرة، وإن شاء الله أفشة بإذن الله يكون جاهز للقاء الذهاب أمام الترجي التونسي. طيب نروح بقى للصفحة الرسمية للوطن الرياضي، الوطن سبورت، بيتكلموا عن مروان محسن أول الراحلين عن الأهلي في الصيف وعرضان من أندية الدوري. هما شايفين ان في عروض من الاسماعيلي والجونه لتدعيم الصفوف بضم مروان محسن. مساله الصفقات والتعاقدات لسه فيها كلام كتير، ومش هتكلم في قصه مروان دلوقتي لان برضو لسه عندي لاعب تاني بيتكلموا عليه هو ناصر ماهر. الصفحه الرسميه يلا كوره على الفيسبوك نشروا بخصوص ناصر ماهر، مصدر بالاهلي يلا كوره: لم نوافق على رحيل ناصر ماهر ولا نعرف السر
وراء الترويج لهذا الأمر في ذلك التوقيت قبل مباراة مهمة أمام الترجي التونسي؟ طيب مروان محسن، ناصر ماهر، أليو ديانج، علي معلول، والله كل اللي بيتكتب في المواقع وفي الصحف بنسبة 105% غير صحيح، مش 100%، 105%. ناصر ماهر ما رماش الفوطة وبيفكر في عروض. ناصر ماهر عنده تحدي في المباريات القادمة لإثبات الوجود والظهور بشكل قوي في التشكيلة الأساسية مع بيتسو موسيماري. مروان محسن محدش يعرف الفترة الجاية اللعيب اللي انت ممكن شايله من حساباتك ممكن يكون عامل حسم ليك في لقاء الترجي أو في فاينال إفريقيا. فالصفقات والتعاقدات مقفولة لغاية ما نخلص المشوار الإفريقي على خير بإذن الله ونحقق العشاء. برسالة الجمهور، كل اللي بيتكتب وكل اللي بيتقال واللي بيطلع بيقولك ننفرد وعندنا النهاردة انفرادات، والله كل الكلام ده غير صحيح. وارجعوا وشوفوا اللي اتقال قبل كده والنهاردة بيحصل إيه، هتلاقوا كل اللي بيتقال ده كان غير صحيح. ولسه المشوار طويل، لسه باقي شهرين ثلاثة إفريقيا ومحليا، وإن شاء الله بإذن الله كل الصفوف مكتملة وكل اللعيبة النادي الأهلي بيحتاجها خلال الفترة اللي جاية. طيب أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد في برنامج الترند والفقرة الأخيرة من برنامج الترند والخاصة بالتأكيد بمشاركة الجماهير. أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع بعض باقي الفقرات في برنامج الترند. نروح مع بعض ونكمل الجزء المتبقي في ترند الأهلي. اتكلمنا على ناصر ماهر واتكلمنا على مروان محسن. طب اليوم السابع النهاردة بيتكلم على أليو ديانج. أليو ديانج لا يفوتك أرقام أليو ديانج مع الأهلي قبل هوجة عروض الاحتراف. أرقام الدبابة ديانج مع الأهلي قبل هوجة عروض الاحتراف طبعا من خلال صفحة اليوم السابع. القيمة التسويقية 2 مليون يورو، 34 مباراة هذا الموسم، هدف وحيد، 3 أسيست، 75 مباراة في كل البطولات، 5186 دقيقة لعب، 3 أهداف، 6 أسيست. بطولاته مع الأهلي الدوري والكأس في الموسم الماضي، كأس السوبر الإفريقي اللي اتحقق على حساب نهضة بركان، دوري أبطال إفريقيا على الزمالك في التاسعة، برونزية كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيل. برضو أليو ديانج، كلام كتير قوي بخصوص أليو ديانج، عروض احتراف وعرض من تركيا وعرض من أوروبا. أليو ديانج لم يتلقى أي عرض رسمي، وفي التوقيت اللي البعض بيحاول يشغل الناس بعروض لبعض لاعبي الأهلي عشان الناس ما تتكلمش على عروض لاعبي أندية أخرى أو لاعبة تانية ممكن مش هتجدد، بقول لكم القصة دي مش هتخش على جمهور الأهلي. النادي الأهلي وجمهور الأهلي ولاعيبة الأهلي عندهم تحدي، هي دوري أبطال إفريقيا، محدش مركز في أي حاجة تانية. فأي عروض رسمية صدقوني هي مش رسمية ولا حتى شفهية. وكان الكابتن أمير توفيق كان خرج في بيان رسمي منذ حوالي يومين وقال لم نتلقى أي عروض ولم يتم حسم أي صفقات عشان نغلق هذا الملف. لكن البعض بيحاول ياخدنا في السكة دي عشان يعني يخبوا شوية فكرة إن في لعيبة ممكن من أندية تانية ماشية أو مش هتجدد. لكن طبعا الناس فاهمة كويس أو عارفة خلاص بقى الإعلام بقى دلوقتي ماشي إزاي والناس بتتكلم إزاي وبتفكر في إيه. طيب نروح للمشاركات بخصوص أفضل هدف أحرز في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. إيمي بتقول طاهر محمد طاهر في سان داونز، إيهاب بيقول طاهر في سان داونز، وياسر إبراهيم في سان داونز. الناس بتتفق حتى مع بديع بن جمعة لما قال هدف طاهر في سان داونز الأول كان هدف مميز. طيب نشوف كمان آراء أخرى. كريم بيقول هدف طاهر محمد طاهر في سان داونز. مختار بيقول أعتقد هدف طاهر في سان داونز. ده في إجماع يا جماعة على هدف طاهر، واللي كان هدف بصراحة في شغل فني عالي جدا من طاهر محمد طاهر. عبد الرحمن السيد بيقول هدف طاهر محمد طاهر في سان داونز. وعبدو أحمد نوح بيقول هدف محمد طاهر. على فكرة يا جماعة ماتش فيتا برضو في كينشاسا كان فيه أهداف مميزة. طيب الصفحة اللي بعدها حمادة حبيب بيقول هدف ياسر إبراهيم في سان داونز في لقاء العودة طبعا في بريتوريا بضربة رأس. وعادل عاطف بيقول هدف ياسر إبراهيم في سان داونز لأنها كانت صعبة جدا. هو فعلا ياسر لحقها في اللحظات الأخيرة بعد ما عمرو السولية رجع الكرة من ضربة ركنية. كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي في المشوار القادم، ولسه عندنا تفاصيل ولسه عندنا متابعة حية لهذه المباراة. وفي الحلقات القادمة كل يوم هيكون عندنا جديد بخصوص مباراة الترجي والأهلي. ما تسمعوش أي معلومة وما تصدقوش أي إشاعة، هنا هنقول لكم كل التفاصيل في برنامج الترند بخصوص هذه المباراة، وهنجيب لكم المعلومة من مصدرها من تونس وآخر أخبار أيضا فريق الأهلي لما يرجع للتدريبات إن شاء الله من يوم الخميس القادم. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.